بسم الله وعلى بركة الله جميع انطلاقاتنا موفقة والانطلاقات تستمر والتحديات تستمر شوطا ينتهي وشوطا ينطلق تابعت الشوط الماضي تابعنا سراب سيف المطر بن محمد النيادي بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثامن للزميل شوط الثامن الزميل مهجنات تابع شوط الختام الذي ودع برنامجنا في هذا اليوم شوط الختام نسير مع البداية نتابع المقدمة ثقيف مع الصدارة سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يقدم لنا ثقيف مع البداية والقيادة انتقل مع المركز الثاني المركز الثاني راهي سعيد بن سليم بن شهير بالعامري غادي مع راهي في ثاني التحديات ورا القدوم الظاني عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي غادم في المركز الثاني بدا يتقدم الى ثاني المراكز ظاهر ينتقل مع المركز الرابع مرعب في رابع التحديات سالم بن راشد بن حمد الرزيني النيادي غادم مع مرعب انتقل مع المركز الخامس ريسنج عوض بن حمد بن عبلان الاكتبي في المركز الخامس الدور المركز السادس ارى القدوم والتسلل من غزيل علي بن رقيت بالسيف بن رقيت الغفلي غادم في سادس التحديات انتقل مع المركز السابع المركز السابع شاهين سالم بن عبد الله بن قريش بن مسعود النعيمي في المركز السابع انتقل مع المركز الثامن مسوش سهيل بن سلي بن حربي العامري مع مسوش وريضة الغدوم من الزاوية الثانية والتسلل من التبر حمد بن سالم بن عوض النعيمي في المركز التاسع والمركز العاشر المركز العاشر مبلش حمد بن محمد بن مصبح بن عمر في عاشر المراكز نداءنا الاول للعشر المراكز الاولى للعشر شعارات دخول المركز العاشر الغدوم والتسلل والدخول ياتي من الغدوم من عنيد سيف المطر بن محمد النيادي ندائنا الاول العشر المراكز الاولى تجول مع هذه الاسماء هذه الشعارات ثم ارجع الى الصدارة ارجع الى المقدمة نعود مع الصدارة في وجبك المجد يا مرحبا بشوف المداري والمجد كفرصة سعيد ضيوف وأقرب ومحابيب والهم محبتنا وكيد في دار
نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود مع ثقيف لحد الثقافة في هذا في عالم الإعلام لسالم بن حضيرم الكتبي يقدم لنا ثقيف في البداية والمقدمة. الله يا بن حضيرم، أهالي الفوعة يطالبونك بالسلام في هذا اليوم يا أبو سعيد، يا أبو سعيد سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي. انتقل مع المركز الثاني باري عبد الله، باري قادم في ثاني المراكز، عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي في ثاني المراكز. انتقل مع المركز الثالث راهي، اهالي زاخر قادمين في ثالث المراكز، سعيد بن سليم بن شيرب العامري قادم في ثالث المراكز. الله يا هذه الشعارات، يا هذه الاسماء، كل البدو يتحرك، كل البدو يتقدم. أرى القدوم أيضا من مرعب سالم بن راشد بن حمد الرزيني النيادي في رابع التحديات قادم مع مرعب، وأيضا شعار من قريش قادم مع شاهين، نتمنى له السلامة. سالم بن عبد الله بن قريش بن مسعود النعيمي قادم في المركز الخامس. المركز السادس ريسنج عوض بن حمد بن عبلان الكتبي، وايضا المركز الثامن التبر قادم حمد غير الى المركز السابع حمد بن سالم بن عوض النعيمي، وايضا شعار بن صرف قادم مع الخروف حمد بن خليفه بن محمد بن شاهين المرر. مع المركز الثامن والمركز التاسع المبلش قادم حمد بن محمد بن صباح بن عمر قادم في تاسع المراكز. المركز العاشر مشوش سهيل بن سليم بن حربي العامري، لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المقدمة، نعود مع ثقيف في البداية. لا زال مع المقدمة مع المركز الأول بن حضيرم، لا زال في البداية، لا زال في المركز الأول. سعيد سالم بن سعيد بن حضيرم ابو سعيد لا زال يسيطر، عبر لائحة الالف والمئتين في قيادة ثقيف سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي. روح يا بن حضيرم، اهالي غصابة في البداية وصلنا لائحة المتر الاخير، الكيل الخطير، كيل التحديات وكيل الغابات. الله شوف اللي قادم باري عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي، وفرسنج ريسنج عوض بن حمد بن عبلون، وفر القدوم من الكبر حامد بن سالم بن عوض النعيمي. المعركة واحدة، يا سلام لمن هذا الشوط، لمن هذا التحدي. فوري وايضا التبر قادم، المعركة طاحنة. فوري مع البداية في المقدمة، عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي لا زال في المقدمة، ولكن التبر حامد بن سالم بن عوض النعيمي راح مع البداية، راح مع المقدمة. روح النعيمي مع التمر، سلالة التمر في المقدمة، حمد بن سالم بن عوض النعيمي يقدم لنا التمر. من يخطف ناموس هذا الشوط حمد بن سالم بن عوض النعيمي. سلام التمر وسلام انتاج العاصة، تهانينا والناموس، تهانينا ناموس المركز الثاني باري عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي، والمركز الثالث الخروف حمد بن خليفة بن شاهين المرر، والمركز الرابع
ريسنج عوض بن حمد بن عبلان الكتبي والمركز الخامس. مرعب سالم بن راشد بن حمد الرزيل ليادي تهانينا والناموس. التوقيت زمن 9:48 تهانينا والناموس لجميع لمالك التبر حامد بن سالم بن عوض النعيمي تهانينا والناموس.